هنا في هذا الموضع تقع ثنية الوداع الشمالية عند ملتقى طريقي سيد الشهداء وطريق سلطان. وأصل الثنية كل عقبة في الجبل مسلوكة يحتاج سالكها إلى ثني ركبتي. وتقع شمال المسجد النبوي الشريف على طريق الشام، ويحدها من الغرب جبل سلع ومن الشرق جبل قرين. وتسمى ثنية الركاب، وتسمى أيضا ثنية الوداع لأن المسافر كانوا يودعونه هنا. واشتهرت ثنية الوداع الشمالية بأمرين: بأن المسافر كانوا يشيعونه إلى موضعها ويودعونه فيه، واشتهرت كذلك بأنها كانت مركزا لمسابقة الخيول. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وهذه الثنية حدثت عندها بعض الأحداث المهمة، منها: فعندها عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه وهو ذاهب إلى غزوة تبوك، وهذه رواها ابن إسحاق. وعندها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وهذه جاءت في صحيح البخاري. وعندها شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة، وهذه رواها ابن سعد. وعندها خرج النساء والصبيان والولائد لتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك بالنشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. والذي يأتي من تبوك ومن الشام عموما يأتي من هذه الجهة، من شارع سلطانة تقريبا، وهذه هي ثنية الوداع. وعندها في الجاهلية كان يعشر من أراد الدخول للمدينة، ومعنى التعشير أن ينهق كالحمار أكرمكم الله 10 مرات، وذلك خوف الموت. وأبطل ذلك عروة ابن الورد وأبى أن يعشر. والمدينة المنورة يوجد بها عدد من الثنايا، منها هذه الثنية الشمالية وكذلك الثنية الجنوبية قريب مسجد قباء. ومن الثنايا الموجودة في المدينة ثنية عثعث وثنية الشريد وثنية الحوض إلى غير ذلك من الثنايا. هنا في هذا الموضع، موضع ثنية الوداع، يوجد مصلى يصلي فيه أهل هذه البناية. وقد ذكر الشيخ غالي الأمين في كتابه الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين أنه كان ها هنا يوجد مسجد بالبناء التركي القديم، ثم إن هذا المسجد أزيل عام 1403 لتوسع طريقي سيد الشهداء مع طريق سلطانة. ونشيد طلع البدر علينا، قيل أنه قيل لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وقيل أنه قيل لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة تبوك، وقيل أن النشيد تكرر عدة مرات حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة، وحين قدم من غزوات مثل تبوك وخيبر والغابة. وقد قال بعض العلماء لا مانع من تكرر النشيد، فهذه 3 أقوال والله أعلم. وبعد أيها الأحبة، هذا ما تيسر طرحه عن ثنية الوداع الشمالية، والله أعلم، وفي أمان الله.